اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جولة جديدة من الهرم بلازا وتخفيضات تصل إلى 80%، وضافوا قطع جديدة للتخفيضات. زي ما قلت لكم هما لسه بيحطوا الباركود الجديد على القطع، وكل يوم بتنزل قطع جديدة. شايفين الفستان 49% 48، 49% 48، انتوا متخيلين؟ الفستان ده 79% 52، في منه 3 ألوان، والتلات ألوان تحفة، في اللون ده والأسود وكمان اللون ده. 79 ده 39، ده ما يتسابش من 136، 39. شايفين في منه لونين او ثلاثة كمان، هنا 29، في فساتين كتير على 29. الفستان ده تحفة، الفستان متبطن ليه تلبيسة من تحت. شايفين 29 منه 3 ألوان، الوردة هي اللي متغيرة، ليه كورنيش من تحت طويل مش قصير، في منه ميد ولكن في ستاند تاني. شايفين في منه اكتر من درجة ب29. كل الفساتين دي كانت فوق 100 وفوق 120 كمان، ال152 وال136 وال148، 59 ده ب59. لو تلاحظوا النهارده التخفيضات نازله على القطع، على عايزه اقول على الفساتين، النهارده نازله على الفساتين ب59 من 120 ب39. هتلاقوا 39 كتير، وهتلاقوا 19 ريال كمان، في 19 ريال حاجات جديدة اتضافت على سعر 19 ريال في القسم النسائي. المخمل برضو شايفين هنا 19 ريال تايجر، 3 درجات مختلفين، المقاسات حلوة، على 19 ريال. شايفين برضو الفستان ده على 19 ريال، الخامة حلوة قوي قوي، الفستان برضو ليه تلبيسة هنا برضو. شايفين على 19، على 19 ريال يا بلاش. في كتير على 19، كل اللي قدامكم ده كده، الازرق اللي بعده برضو على 19، هجيب لكم كده من بعيد على 19، بس هنا المقاسات بتحسوا ان هي محدودة شوية او مش مناسبة لكل، ولكن في كتير مقاسات حلوة على 39 من 148، على 39 من 148. الاسود وجماله شايفين على 39 اعتقد، 39 من 139، متخفض 100 ريال، هو نازل في التخفيضات 100 ريال تخفيض على الفستان. 29، 29 كتير برضو، 29، 49، 59 من 194. الفستان روعة، الفستان روعة، الازرق وجماله، في منه كمان الاسود. اللي هيروح هناك هيعرف ان الفستان روعة وخامته حلوة وليه تلبيسة ومحترم، حاجة كده محترمة. 79 من 207، في درجتين او ثلاثة من ده تقريبا، من 207 لو تخيلين. 79 من 207، 59 من 138، في برضو درجات، في برضو دي حلوة خفيفة بس يعني تحتاج قطعة تحتها، على 29، 59 عباية أمهات شتوي تحفة، 39 قطعتين الفستان ومعها البشت من فوق. شايفين الجمال؟ شايفين العبايات دي يعني سعرها كان فوق 100 فعلا. 39، 39 انتي بتاخدي بيها يعني عباية بيض، حاليا هتاخدي بيها فستان، فستان تحفة، فستان استقبال يعني جميل بصراحة. شايفين هنا في تفاصيل كتير ولكن مش ظاهرة من درجة الفستان نفسه. ب29، فستان سندريلا على 29. يلا مين يشيل فستان سندريلا على 19، على 19. انا لسه صاحيه من النوم وخارجه، وقلت خليني انزل لكم الفيديو قبل ما اخرج. العبايات السوداء ركزوا فيها، هي مش كتير المخفضه، لان انا لو خرجت هتاخر عليكم وانا بنزل الفيديو. الاسود طبعا الخامات تحفه بتاعت الهرم بلازا، واخده من هرم بلازا عبايه سوداء يعني تحفه، كل اللي يشوفها يقول منين. ب98 وفي 68 الاسعار، يعني 98 وفي 68 وفي 89 و69 اهو، ولكن مش كتير الاسود. هو في يعني كده كام قطعة،
ولكن ايه مش كتير، مش كل، مش الستاند كامل يعني. العبايات السوداء المخفضة 89، 69 طبعا. درجة الاسود تحفة، ولكن زي ما انتوا عارفين الكاميرا بس عندي لون بيبقى فاتح. بالنسبة برضو البيجامات اللي نزلت جديد، نزلت عليها تخفيض جديد ما صورتهاش في الفيديو اللي فات، على 35، في تشكيلة كده جديدة برضو ايه اتضافت على 29. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هتروحوا هتلاقوا حاجات انا مش مصوراها، لانهم هما بيضيفوا الباركود على قطع وبينزلوا عليها التخفيض، ما كانوش ضايفينها للتخفيض قبل كده. وبرضو لو هتروحوا تاني هتلاقوا نفس الموضوع، هتلاقوا قطع جديدة نزلت. مجربة انا الموضوع ده مع الهرم بلازا، كل يوم بتلاقوا جديد، بتلاقوا حاجات جديدة اتضافت. ب35، 39، نفس اللي انا صورته قبل كده. شايفين الطقم ده بينزل في التخفيضات، ده بيبقى ب69، ب79، شايفين هنا ب39. ما يتسبوش، قلت لكم في الفيديو اللي فات الحاجات اللي زي كده ما تسيبوهاش. شايفين نفسه على 68. من برضو العبايات المخمل اللون ده، انا ما كنت صورته في الفيديو اللي فات اعتقد، موجوده لسه. وكنت بشوف لكم المقاسات، الناس اللي سالتني على العبايات المخمل او القطيفه مقاساتها لحد كام، مقاساتها لحد 2 اكس، لو لقيتي 3 اكس يبقى كويس، لكن ما فيش اكتر من كده، ما فيش 5 اكس و6 اكس في المخمل. على 39، وهنا برضو الخامة حلوة قوي. امهات اللي عايزة تاخد حاجة لمامتها وكده، في حاجات تحفة. شايفين البيجامات اللي نزلت، انا ما كنت صورتهم دول، لا دي نفس اللي كانت موجودة. 39، لو تلاحظوا فيه بسوستة كده بسحاب، وفيه بدون، اللي بسحاب اشيك اشوفها يعني على المانيكان، اللي بسحاب اشيك الاسود وجماله. 39 مخمل طبعا او قطيفة يعني، ب39 الاسود احلى. البناتي يعني انا ما اشوفش في تخفيض مرة على 29، 39، 39، ولكن هو شتوي، حتى لما بيتخفض بعض الاحيان بتحس ان هو شوية غالي برضو. 39، 35، يعني كنا عايزين ناخد بقى على 20 و25 وكده. هتلاقوا على 19 البيجامات، 39، ولكن القطع فخمة عشان ما بقاش ظلمة برضو. 35، 35، ولا يمكن انا مش ليا مزاج اني اشتري بالبنات المرة دي، فتلاقوني ايه بقول لكم غالي مش عارف، لكن في قطع محترمة وحلوة. هنا ب35، 25 طبعا دي قمصان بيت، 29 بيجامات، وفي 19 بيجامات برضو حلوة. 29 بيجامات، 35. الخامات ممتازة، الخامات ما فيهاش اي كلام، تحفة. الهرم بلازا مكان محترم وخاماته حلوة، هتلاقوا بيجامات على 19 حلوة قوي برضو ما تتسابش. هنا على 20، شايفين قطعتين على 20، 29، في منه الوان. على 29، 25، 35، تسعتاشر. بناتي الخامة تحفة، تقيل والبيجامة تقيلة والبنطلون برضو حلو قوي. على 19، يلا اشوفكوا على خير في فيديو جديد بإذن الله.